السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة. قبل ما نتكلم النهاردة ونقول لكم على حاجات مهمة قوي للطيور بتاعتنا، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك بإذن الله، وعايزين لايكات كتير وقناتنا تكبر كده بإذن الله. بصوا يا جماعة، الحاجات اللي هي لو انت عايزة الطير بتاعك بإذن الله يبقى معافى، وأنا كل الأكل اللي بقول عليه يبقى فعلا جايب نتيجة معاه وبصحة، لازم في بعض التعليمات، لازم في بعض الحاجات اللي احنا ساعات بننسى نقول نعملها، أو نقول إنها مكلفة شوية فهتتعبنا وغالية علينا. الكلام ده كله غلط. التربية على قد ما هي التربية صعبة، وعلى قد كده برضو هي بتحتاج مني شوية حاجات، حتى لو صرفتي بس انت هتلاقي نتيجة بإذن الله كويس. بصوا انا بحط ايه في الاكل، حتى بطاطا وحتى بواقي اكل، وحتى بصوا تقوير البتنجان على الفلفل على الكوسة على اي حاجة عندك حطيها، حطي الطيور بتاعتك هتاكل وهتتبسط. طيب انا دلوقتي بأكل طيوري وبلاقيها تتعب مني، طب هي هتتعب ليه؟ في حاجات بتبقى ناقصة احنا بننسى نحطها. اولا يا جماعة، في ناس بتستخسر تجيب النشارة. بص النشارة دي في التوقيت اللي احنا فيه ده لا، حاجة مهمة جدا. ما ينفعش الطيور لو انت حطاها على الارض تبقى من غير ما يكون تحتها نشارة وجير، مستحيل هتبقى فعلا هيصيبهم بعد الشارة اي حاجة. لازم تحطي نشارة وجير. الجير مش بتأكليه، قلنا احنا قلنا الجير بنرميه في الارض هم بينقروا فيه، بس النشارة يا جماعة محدش ينساها، النشارة محدش ينساها، لان هي لها فايدة كبيرة جدا. اولا بتدفي رجله. انا الطير بتاعي لو رجليه بردت يبقى انتهى الطير مني، نقعد بقى نجيب أدوية ونتعب نفسنا. لا، الطير بتاعك لو تعب البرد مسكه جامد في عجمه علاجه بيبقاش سهل، عشان بس اللي بقى ايه متفقين. يبقى انا عندي النشارة دي حاجة اساسية، هي والجير. وعلى فكرة الجير رخيص جدا جدا، غير الجير لو انت مش لاقيه الجير جيبي بودرة السيراميك. يبقى انا دي حاجة اساسية احطها للطيور بتاعتي علشان تدفي رجليهم. طب هو كده بس يا بت يا بطة؟ لا، استخدم معاهم من اول ما يجوا عندي تحصيناتهم للبرد، للفيتامينات، ما ببخلش عليهم باي حاجة. يعني رجاء ما تبخليش على الطيور بتاعتك من الايه. انا بقولكيش روح اشتري، انا بقولك تابعي فيديوهاتنا هتلاقي ان انت هتعملي كل حاجة من البيت من غير ما تتكلفي حاجة. رجاء بقى اللي مستمر معنا في الفيديو بتاعنا بقى يشترك في القناة بإذن الله رب العالمين. يبقى انت لو تابعتي فيديوهاتي او الفيديوهات عموما هتلاقي ان في تحصينات لازم نعملها. دخلت النهاردة الجو ساعة قوي، النهاردة الجو ساعة، بما ان الجو ساعة اللي ناس يحط نشارة رجاء يحط نشارة. اوعي تحطي الحتت والملايات القديمة والفوط القديمة والبتاع دي البطاطين القديمة والكلام الفارغ ده، في ناس تقعد تحطه تحتها وبعد كده تلمه وتنشره يجيب لك انت بكتيريا، وفي نفس الوقت بصي تطفي، وفي نفس الوقت مش هيبرد لك طيورك. اقول لك عارفه هيبرد لك طيورك ليه؟ لان الملايه اللي تحتيه بشتين هتنشف منين؟ هم عمالين يزروتوا عليها. البطانيه هتنشف منين؟ تضطري تقعدي تشيلي وتحطي في الشمس وترجعي. لا، رجاء ما تحطيش الحاجات دي. جيبي شويه نشاره زي ما انا جايبه كده بحط منه تحتيهم. الشوال مش هيكلفك حاجه، اي نجار جنبك قولي له اديني شويه نشاره، بس بقى ما تجيبيش النعمه. هقول لك ليه بقى، ودي اللي كنت جاي اقول لكم عليها النهارده. النعمه خطر على الفراخ. يعني لو انت عندك فراخ صغيره اوعي تحطي النعمه تحتيها. النعمه بتعمل هبو على صدرهم فيتعبوا منك، فاوعي تحطي النعمه.
ده اللي كنت عايزة اقوله لكم. ده اول حاجة في تربية الطيور، انك لازم الاول تخلي المكان بتاعهم دافي متقفل بالنهار، بهويهم بخرجهم كده في الشمس وهويهم ونشطهم، واول ما يجي عليهم قرب بعد العصر كده قرب المغربية اقوم قافلة عليهم ومدفياهم، والمكان ما يبقاش فيه نقطة مية. والنشارة الميزة فيها هي والجير بتمتصلك اي مية في الارض، فبكده اضمن ان الارض تحتهم تبقى ناشفة. لو حطيت الرملة برضو، الرملة مفيدة، الرملة ما بينقروا فيها على فكرة، صحية قوي قوي، مش مفيهاش ضرر ده بالعكس. ولو تابعتي عندي فيديو قبل كده بكلمكم فيه على الرمل، حطيها تحتيهم برضو، الارض لو فيها بلل فيها اي حاجة تمتصهالك، والحاجات دي بتقضي على البكتيريا، تلاقيش بقى بكتيريات ولا حاجة في الارض، والدنيا ناشفة وزي الفل معاك. اتمنى يا جماعة ان دي اول حاجة في ان احنا ازاي نربي طيور الصح، ازاي نقيهم الاول من اول حاجة في التربية، اللي هي ان احنا ندفي تحتيهم ازاي. تابعوني الفيديوهات ان شاء الله، عندنا بقى هنكمل وهنتكلم لسه على الرومي وعلى الارانب وعلى حاجات كتير ان شاء الله. وده موسم الارانب، اللي عايز يربي الفترة دي من دلوقتي كده لحد شهر 4 تربية الارانب زي الفل، وهتطلعي منها انتاج زي العسل. واتمنى بقى تشاركوا في قناتي ومتنسوش ان شاء الله، وتدعوا لي وتدعموني باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.